المهندس فاروق سعد مدير الانتاج بمصنع كيما، اهلا بيك. اهلا بحضرتك. احنا النهارده مراحل انتاج المبيدات الزراعيه من بدايه استلام الخامه، كلمنا عنها. احنا بنستلم الخامات ما تجيلنا من بره، بنعمل لها تحاليل في المعمل. احنا عندنا معامل كبيره هنا موجوده عندنا في الشركه، بنعمل لها تحليل نعرف النسب اللي فيها، وبعد كده احنا بنخزنها تخزين كويس، وبعد كده احنا بندخلها في التصنيع. وبعد ما نخش مرحله التصنيع بناخد بحسب النسب اللي هي حسب الوصفه، وبعد كده احنا بعد التصنيع بناخد برضو تاني نعمل تحليل للمنتج اللي اتصنع. تمام، يعني المراحل بتبدا ازاي؟ بتروح تنكات، بتمشي في خطوط؟ بنبدا بتروح على التنكات الاول، بتخش على التنكات الماده الخام مع الماده الفعاله مع الماده الحامله كلها، وبعد كده على بتخش على التنكات. احنا عندنا مفاعلات من اول طن لحد 20 طن، وعندنا مفاعلات كبيره. طيب الانتاج المبيدات الزراعيه بيختلف على الاسمده المتخصصه؟ طبعا احنا عندنا كل حاجه، عندنا كل تصنيع في المرحله لوحده، عندنا التصنيع المبيدات لوحده، تصنيع الاسمده لوحدها، علشان ما فيش حاجه تتخلط على الثانيه. حتى خطوط الانتاج لازم كل خط لوحده بيبقى فيه غسيل قبل كل حاجه، بيتاخد عينه بعد كل باتش بيتصنع من كل تشغيله، بيتاخد عينه علشان نعرف ايه اللي فيها. تمام، احنا عندنا كام خط هنا انتاج بالنسبه للمبيدات الزراعيه او الاسمده المتخصصه؟ احنا عندنا هنا للمبيدات عندنا خطين، عندنا خط 4 نزل، عندنا خط 6 نزل، خط 8 نزل. الخط بيطلع في اليوم بحوالي من تقريبا من 15 ل 20 الف عبوه في اليوم. وخط في الاسمده عندنا خطين اسمده، الخط بيطلع برضو من 10 ل 15 الف عبوه في اليوم. تمام، انت كان النهارده كمدير انتاج بنتاكد ازاي من وصول المنتج للمزارع بجوده اللي احنا مصنعينها؟ احنا عندنا مواصفه ماشيين بها، المواصفه دي معمول عليها اختبارات تجارب قبل التصنيع، تجارب معمول عليها اختبارات جابت نتائج احسن، بالفعل احنا اشتغلنا عليها. عندنا بنعمل اختبارات كتير من المعمل بياكد على الماده الخام، المعمل بياكد بعد التصنيع، بعد ما يصنع بياخد يعمل تحاليل ثاني، بناكد على ساعه غسيل الخطوط بتغسل كويس علشان ما بقاش في اي حاجه من التعبئه من المنتج لمنتج، بيبقى في غسيل. ازاي النهارده انا اتاكد ان المزارع النهارده وصل للمنتج جيد بدون شكوى؟ تمام، احنا قبل ما نطلع احنا بيكون عندنا تاكيد اثناء التعبئه. اثناء التعبئه ما انا قلت لحضرتك ان يكون عندنا في بالنسبه للتصنيع بيكون عندنا تحليل على كذا مرحله، في الخامه ترحيح، تحليل في التصنيع، تحليل قبل ما تيجي هنا هتنزل على الخطوط. اما نيجي دي ساعه التعبئه بنتاكد ان الخطوط مغسوله تمام، نظيفه، مغسوله العبوه تمام، الجوده مستلماها تمام، كل حاجه شغلها تمام، فما بقاش في اي حاجه بعد السلام. كلمنا على المخازن والامان الحيوي في المخازن. عندنا مخازن كبيره، مخازن جيده التهويه حسب المواصفات العالميه. عندنا مخازن للخامات، مخازن كبيره، عندنا تقريبا لا يقل عن 20 مخزن للخامات، مخازن كبيره. عندنا المخازن اللي هي بتاعت الانتاج التام جيده التهويه، المنتج بيطلع من الانتاج بيتسلم للمخزن يوميا، بيطلع بعد كده يروح مخزن كبير، بيطلع للعميل مباشره من المخزن.